مزنوق في البنطلون يا وهيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. عاملين النهاردة بقى عن ازاي ان انت تكسب على اليوتيوب من غير ما تحقق الشروط اللي هم بيشترطوها على المشتركين وفاتحين حساب على اليوتيوب. اليوتيوب عاملة اشتراطات لو انت هتربح من القناة بتاعتك اللي انت فاتحها. الاشتراطات دي لازم تكون عندك 1000 مشترك، ولازم يكون حققت 4000 ساعة مشاهدة للمقاطع اللي انت بتنشرها، ولازم تكون انت بتنشر محتوى يكون مهم او اي محتوى يعني عامة، يعني ويكون محتوى بيتفاعل مع المشاهدين وبيعمل مشاهدات كتير. طيب انا النهاردة هكلمكم بقى في الفيديو دوت ازاي اللي انت تربح من قناة اليوتيوب من غير ما تحقق الشروط اللي هم بيشترطوها على الفاتحين قنوات على اليوتيوب والحسابات اللي هي خاصة بقنوات اليوتيوب. كان في حد عم يصور فيديو، كان مسافر في البلاد اللي هم البلاد اللي هي السياحية، وراح نزل المناطق اللي هي اللي بتشتهر بها المدينة دي وصور فيديوهات. الفيديوهات دي اتعملت مشاهدات عالية جدا، وفي بعض الشركات تواصلت معاه ان هي تشتري المقاطع الفيديوهات اللي هو كان مصورها وكان منزلها على اليوتيوب، وهو كان مصورها بتقنيات عالية جدا وبكاميرات يعني بروفيشنال، وكانت فيديوهات ممتازة يعني. فتواصلوا معاه واشتروا منه الفيديوهات ديت، وكان الفيديو تقريبا الواحد كان مكلفه بتاع حوالي 500 دولار، من 500 ل 600 دولار، وهم كانوا بتاع حوالي 10 فيديوهات، واشتروا منه مقاطع الفيديو ديت اللي هو كان مصورها ومنزلها على اليوتيوب. الفيديو في فيديوهات اشتروها منه ب 500 دولار وفي فيديوهات ب 600 دولار. اصبح ان هو يعني لو كان يعني مثلا كان نشر بتاع حوالي 10 فيديوهات، اضرب بقى ال 500 دولار في 10، شوف هيدي لك كام، يعني بتاع حوالي 5000 دولار او 6000 دولار. دي حاجة بسيطة من ان انت ازاي تربح من اليوتيوب وانت اصلا مش محقق الشروط بتاعت اليوتيوب. في ناس طبعا ما بتنشرش محتوى، ما بيتفاعلش مع الجمهور اللي متابع اليوتيوب وبيشاهد القنوات اللي هي خاصة باليوتيوب، وبالتالي هو كل اللي همه ان هو ازاي يكسب وازاي يربح من اليوتيوب. لكن انت الموضوع بسيط جدا، انت صور ونزل على اليوتيوب وبعد كده ممكن يحصل تفاعل، بس اهم حاجة تنشر حاجة الناس بتنجذب اليها او بتحقق مشاهدات عالية. في حاجة تانية برضو بتحقق ربح من على اليوتيوب بدون الشروط اللي هي خاصة بدون الشروط اللي هي خاصة بالربح من اليوتيوب، انك انت ممكن تعمل فيديو تسويقي وبرضو حد يشتري منك، وتبقى انت طبعا ايه بتنشر الشغل بتاعك على اليوتيوب بحيث ان ايه الناس تشوف شغلك عامل ازاي. لو انت مثلا تحترف التصوير، مثلا تصوير الفيديو، فممكن تصور فيديوهات مثلا حاجات مجالات معينة انت بتحب تصورها، حد يشوف الفيديوهات بتاعتك تعجبه الفيديوهات، ويبتدي ان هو يخليك اللي انت مثلا ايه تعمل له فيديوهات تصورها له، وبناء على ده برضو انت بتربح برضو من العملية دي، انك انت تعرض شغلك على اليوتيوب وحد يشوفه ويعجبه الشغل بتاعك فتسوق لنفسك يعني على اليوتيوب. في برضو حاجة تانية انك انت مثلا تعمل ريفيو لمنتجات انت بتشتريها او منتجات بتجيلك مثلا هدية، وتعمل نظام مراجعة على منتج
ممكن مثلا حد يعجبه طريقتك في شرح المنتج فيتعاقد معاك اللي انت تعمل مراجعة على المنتجات ويتواصل معاك ويبقى مقابل مادي اللي انت بتعمل مراجعة على المنتج بتاعه. يعني مثلا انا جالي هدية من زارة، فالهدية دي من زارة جالي هدية من زارة فهعمل لكم عليها ريفيو، بس طبعا ده مش اعلان ولا اي حاجة، بس هنعمل ايه ريفيو لعل وعسى ان حد يعجبه الريفيو يقوم يتواصل معايا يقول لي احنا عايزينك تعمل ريفيو للمنتج بتاعنا. ده يعني ريحة جات لي هدية من زارة، هنفتحها ونشوفها مع بعض عاملة ازاي. هي بصراحة يعني ريحتها فايحة وزهرة وهي متقفلة في الكرتونة بتاعتها والبلاستيك بتاعها. نفتح بقى نشوف الهدية اللي جاية من زارة دي. يا ما شاء الله حاجة قيمة جدا، باين قوي باين قوي من يعني بصراحة حاجة ممتازة. دي حاجة زي موس او بصراحة مش عارف ايه ده، بس احنا ايه زي ما انتوا شايفين دول ازازتين من زارة، دي مان سيلفر ومان جولد. نشوف بقى المان جولد دي نجربها كده. ده ريحة قيمة جدا والازازة بتاعتها شيك ممتاز. ودي مان سيلفر برضو من زارة، هما علبتين عاملين عليهم عرض وسبحان الله يعني حد جايبهم لي هدية وكاتب لي السعر بتاعهم عليها. هما سعرهم حوالي 380 جنيه. حلوة حلوة قوي جميلة. يعني انا بصراحة مش عارف يعني ازاي واحد يعمل ريفيو على بيرفيوم، هو كل اللي انا اقدر اقوله لكم ان هو بيرفيوم ريحته حلوة يعني شغالة، ريحته جميلة وظاهرة يعني من خلال العلبة اللي كانت متقفلة دي. ما علينا، زي ما انا ما وريتكم كده وسمعتوني دي وسائل ممكن تربح من اليوتيوب من غير ما تحقق الشروط بتاعت اليوتيوب اللي انت تبقى عامل 4000 ساعة مشاهدة او اللي انت تبقى عامل 1000 مشترك. انت شوف اي محتوى انت بتحبه، اي حاجة انت بتحب تعملها وتصورها صورها وانشر على اليوتيوب، يعني ممكن تضرب معاك وتعمل يعني مشاهدات عالية. ودينا بنشوف يعني ناس بتنشر محتويات تافهة ملهاش اي تلاتة لازمة وبيعملوا ملايين المشاهدات. المهم يعني لو الفيديو عجبكم برضو تقدروا تعملوا لايك وتدعموني، ولو في اي حد عايز يستفسر عن حاجة، حد عايز يدعمني في القناة ممكن يدعمني باللايك او الاشتراك في القناة. وممكن برضو تاخدوا يعني سيرش كده او لفة كده في القناة هتلاقوا فيها بعض الفيديوهات اللي ممكن تكون مفيدة لكم. وشكرا جزيلا واشوفكم بخير ان شاء الله.